شواطئ الغلابه في اسكندريه والمحافظات بقت للاغنياء فقط. لما تيجي تبص مثلا على شواطئ البحيره دي اتقفلت بسبب الاهمال، جمصة وغيرها دي ايضا اما مقفوله بسبب الاهمال او زودوا اسعار القعده فيها الطاق 2 3 او بتروح تلاقي نفسك قاعد في المجاري. فضلش عندنا غير اسكندريه ومطروح. مطروح دي بعيده شويه بيروحها اللي معاه فلوس. انا طبعا بتكلم عن الطبقه المتوسطه من الشعب، لان الطبقه العليا عارفه مكانها في العالمين، في دهب، في الغردقه، في شرم، دي ملناش دعوه بيها. الطبقة المتوسطة كانت بتلاقي في اسكندرية المصيف والقعدة الكويسة والمية والهواء والرحلة اللطيفة. مع الأسف خلال الكام سنة اللي فاتت أصبحت اسكندرية وشواطئها للي معاه فلوس فقط، إما إنك تقعد في نادي لما الشط كله بقى نوادي أو كافيهات أو فنادق، تطلع من نادي القوات المسلحة تخش في نادي الشرطة، منه لنادي القضاء، لفنادق الجيش، لفنادق الشرطة، لفنادق القضاء، اللي مش عارف الكافيهات اللي متأجرة لمين والمطاعم اللي تابع مين. المهم ما عادش في مكان في اسكندرية كده تشوف منه البحر أو تصيف فيه، لا سيما إذا كنت فقير بتقضي شهرك سلف أو بتقضي نومك أو عشاك نوم. ففي شاب من شباب بلدنا الطيبة الحلوة ربنا موسع عليه وعنده فيلا في منطقة العجمي باسكندرية، قرر يتبرع بهذه الفيلا ويفتحها طول الصيف ويملى حمام السباحه بتاعتها ميه من اجل اي حد ما معهوش فلوس يصيف يجي يصيف في الفيلا بتاعته. الشاب سعيد عادل، واللي قال اللي حول الفيلا بتاعته في العجمي لمصيف مجانا، في البدايه كان للايتام وبعد كده اصبح لكل ولاد اسكندريه اللي مش قادرين يصيفوا. الفيلا الضخمه اللي موجوده في العجمي والبتاع ده اللي هو البسين بقى او الحمام السباحه بيملاه كل يوم على حسابه وبينظفه على حسابه، ويفتح باب الفيلا من صباحيه ربنا لحد بالليل لاي حد عايز يقضي وقت لطيف وببلاش. الحكومه بتاعت بلدنا ما عملتش كده. نوادي القوات المسلحه والجيش والشرطه والقضاء والفنادق بتاعتهم اللي المملوكة أصلا للمواطن ما بتعملش كده. ده كمان عشان تخش النادي أو تخش الفندق بيبصلك من فوق لتحت، لازم تكون لابس لبس معين ومش عارف ماسك موبايل معين وشغال شغلانة معينة. غير كده روح اقعد بقى في أي حتة اتفرج على المية من ورا السلك الشائك أو من ورا الكافيه اللي هم بيبقوا قاعدين فيه. سمعني كده جزء من كلام سعيد عادل شنودة ابن محافظة اسكندرية، نتابع. المبادرة هي مش واقفة على يعني مش على حد معين، هي مبادرة لكل الناس بكل الفئات بكل الأشكال بكل الألوان. بدأت فكرة المصيف المجاني إن كنا قاعدين كأسرة السنة اللي فاتت، كنا بنبصين على المصايف والأسعار اللي هي يمكن بدأت تكون غالية بالنسبة للمصايف. فكنا بنفكر ان الناس الايتام او الناس بسيطه الدخل لو عايزين يجوا يصيفوا فيقدروا يعملوا ايه. احنا المكان كبير شويه، بدانا ان احنا نكون جت من هنا الفكره، فبدانا ان احنا نكون بنظبط المكان ان احنا نستقبل 50 شخص نقدر ان احنا نكون بنستضيفهم السنه اللي فاتت. وده نموذج طيب من نماذج ولاد البلد اللي دايما بيظهروا وقت الشده ووقت الازمات. اتمنى اي حد يقدر يخفف عن المواطن في ظل الازمه الاقتصاديه والحر اللي احنا عايشين فيه يعمل او يتدخل او يحاول، واكيد اجره وثوابه عند ربنا كبير جدا. ولاد البلد والبلد الحلوه بتظهر دايما في وقت الشده.